انطلق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع ضمن فعاليات الحوار الوطني لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وتضمن اجتماع اليوم إنهاء المجلس الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد السبت الماضي ثالث جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وثمن المنسق العام ضياء رشوان وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة. ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطنية. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.